الوقفة اللي درناها اليوم احنا الخدامين تاع إيراتيبي الجزائر درناها باسكو شفنا باللي المؤسسة الفرنسية علمتنا في الدقيقة الأخرى باللي راح تفيرسينا 30% تاع الشهرية تاعنا. عندنا تانيك مرحلة هادية باش نعاودوا ندخلوا في شركة جديدة اللي هي شركة وطنية 100%. كما رانا نسمعوا الناس تقول باللي على جلجل باش تريح الشركة الفرنسية ولا رانا نمدوا اليوم 100%، ان شاء الله كي تكون شركة جزائرية حنمدوا 200%. المشكل اللي عندنا سيك رانا في مرحلة تاع نهاية تاع عقد تاع الشركة الفرنسية وبداية عقد تاع الشركة الجزائرية. الخدامين في نهاية العقد رامي طالبوا ببعض التعويضات، وكاين تانيك مفاوضات تقوم فيها النقابة. تبتوا على أمر واحد اللي هو الأجر اللي ما تلقاهش العمال هاد الشهر، يعني يخص شهر سبتمبر برك، قررت باش تدفع 30% من أجور العمال، وإحنا من جهتنا يعني نقابيين رفضنا نهائيا هذا القرار. الامل تاعنا هو انه يعني نضمنوا سيروره العمل تاع الشركه اللي رانا فيها درك، والشركه الجزائريه 100% اللي راهي جايه ان شاء الله يوم الفاتح نوفمبر.